في متابعتنا مع حضراتكم لفعاليات لجنه الشباب بالتحديد ضمن فعاليات المحور المجتمعي. بيشرفنا انضمام دكتوره مها شعبان عضو مجلس انواب وبطله العالم في العاب القوى للمعاقين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد. حضرتك النهارده كنت متحدثه في فعاليات لجنه الشباب عن حقوق ذوي الهام. ايه اللي طالبتي بيه؟ ايه ابرز المقترحات اللي اقترحتيها اللي انت حابه ان هي تتطبق فعليا على ارض الواقع؟ خليني الاول اقدم الشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بهذه الفئه، لان انا اللي انا باشرف ان انا بامثلهم للدوره الثانيه على التوالي في البرلمان من عام 2015 حتى الان، وبدايه من دستور 2014 اللي كفل وجود 8 نواب من ذوي الاعاقه في الفصل التشريعي الاول، وتأكد ده في الفصل التشريعي الثاني. جاءت عدة حزم من التشريعات كلها كانت بتصب لصالح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن احنا عددنا كبير من 13 مليون بأسرنا، فاحنا بنمثل قطاع عريض جدا من الدولة. تمام. فأنا كنت بتكلم النهاردة عن المشاكل اللي قابلت قانون الإعاقة في عدم تنفيذها، فكان لازم ولابد من قياس الأثر التشريعي لقانون 10/2018 شرفت بتقديمه في مجلس النواب. كانت في عدة مشاكل، أهمها عدم تفعيل نسبة 5%، لأن نسبة 5% أولا مش مفعلة، لأن احنا عندنا مشكلة ما عندناش أي داتا أو قاعدة بيانات موحدة بتتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة وعن إعاقتهم المختلفة وعن نسب التشغيل، مين اللي اشتغل ومين ما اشتغلش. تاني جزء كان فيه اللي هو عدم إعطاء الزوجة المعاقة في حالة زواجها إن هي ما تاخدش معاش زوجها، مع إن ده أكبر ظلم ليها إنها ممكن هي تكون معاقة متزوجة شخص معاق ولديها طفل معاق، فهي احتياجاتها والتزاماتها يعني اكبر بكتير من اي انسانه تانية. فطلبت ان لازم يكون في توصيه لاخذ معاش الزوجه المعاق. اتكلمت بقى النهارده في كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه قادرون باختلاف العام الماضي اصدر قرار بدعم صندوق الاشخاص ذوي الاعاقه مليار جنيه من عده صناديق مختلفه زي الاسكان والقوات المسلحه والرعايه الصحيه وغيرها. طيب احنا دلوقتي صندوق الاشخاص ذوي الاعاقه ده ليه دور كبير جدا في حل القضايا ومساعده ان احنا ننفذ مواد قانون 10/2018. النهارده كان ملف رياده الاعمال لما يبقى هو على مائده الحوار الوطني في المحور المجتمعي ولجنه الشباب، ده اندل فبيدل ويعكس مدى اهتمام القياده السياسيه والدوله والمجتمع المدني بهذه الفئه لما ليها منطقات جباره لو استغلت صح، فهم هيكون ليهم دور كبير جدا. النهارده اتكلمت عن ايه المشاكل بقى اللي بتقابل ملف رياده الاعمال للاشخاص ذوي الاعاقه، ان احنا برضو كان ما عندناش بيئه مناسبه ولازم من توفر الدوله بيئه داعمه ليهم زي كود الاتاحه. مش معقول هيبقى انا مثلا شخص عندي اعاقه وعايز انفذ مشروع او شركه وانا المكان مش متاح. ثانيا لازم يبقى في حوافز استثنائيه للاشخاص ذوي الاعاقه زي لو هو هياخد قرض يعمل مشروع متناهي الصغر او غيره، ان هو يكون فتره سداد القرض ده على مدى طويله، ان هو لازم يكون في برامج توعويه ولازم من خلال الاعلام برامج توعويه، ولازم يكون في مراكز وبرامج تدريبيه للاشخاص ذوي الاعاقه كل فئه بعينها. يعني انا لازم يكون الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه برامج تدريب خاصه بيهم، السمعيه خاصه بيهم، البصريه خاصه بيهم، وبما يتناسب مع سوق العمل. طلبت ان انا النهارده كان في مبادره واشادوا بيها الحمد لله، ان لازم في مراحل التعليم لازم يبقى في ملف في مراحل التعليم بيدرس منهج بيدرس ازاي احنا نطور مجال رياده الاعمال، ولازم تبقى الشركات الحاضنه من رواد الاعمال تحتضن الاشخاص ذوي الاعاقه بالتقديم كثير من التسهيلات ليهم. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويا رب كل المقترحات اللي انت اقترحتيها دي يتم تنفيذها على ارض الواقع. بشكرك دكتوره مها شعبان. شكرا. من اخليك.